فسميت الفاتحة، افتتحوا بها القرآن، وتسمى بأم القرآن لأنها تشتمل على ما جاء في القرآن على سبيل الإجمال من الوعد والوعيد والثواب ويوم الدين وهو يوم الجزاء ويوم القيامة، وتسمى الواقية وتسمى الشافية وتسمى الرقية لأنهم كانوا يسترقون بها فيشفى المريض، يقرأها سيدنا عمر فيشفى المريض. فبعد أن انتقل إلى جوار ربه كانوا يقرؤونها فلا يشفى، فيقولون هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين القلب الموصول بالله الذي يستجيب له؟ فالشاهد أن لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أفضل منها. ويروي عن رب العزة حديثا قدسيا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.